بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. كبرى تحواتين حتين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولله الحمد، توفيقنا رب سبحانه وتعالى حتن ملسن زبل كاب كتاب أركان الإسلام والإيمان الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه تجمرنا يو حجي دارقا نوي حكيزي نكو عزالنا مالتيو إت مدب أبناء قدين عقيدة زملكت لعلمية حتوتات نمقراب نعو تردينا رب سبحانه وتعالى وفقنا نتكبر سيتي دليتنا مالتيو كابتي حتوتات شيخ محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه زتحتتو كم زبل نيرو. ما حكم من يدعي علم الغيب؟ علم الغيب يفلت إبهالي مالت سور نقر نيمت أي نقر علم الغيب إذي يفلت يزبل سب أبسل منا انتاي وساني اللو. الجواب ملسنا يزنب آريبلو. الحكم في من يدعي علم الغيب أنه كافر. انت دعا علم الغيب يفلت يلو حاده إذي سبزي كافري ويدماني كحادي يزخون زلو مالتيو، لأنه مكذب لله عز وجل. مغنياتو نرب سبحانه وتعالى نتقال زبولو نعو حسوتي سلزبل دولو. وربنا عز وجل أب سورة النمل مبل سوسان حمشتن آيان تايلو قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيانا يبعثون. بقر نزا آيازي لك حسوتي خمزبل زقو تزر مالتي. وإذا كان الله عز وجل يأمر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يعلن للملأ، الله سبحانه وتعالى نرسل عليه الصلاة والسلام عزيزهم نملأ هزبي كمز نخبله أنه لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله. أب سمايات أمريت زركب سهور نقرات مسترات بجيك رب سبحانه وتعالى كاليز فلت إيلن إيلوم نخنقرو الله سبحانه وتعالى عزيز ومي. فإن من ادعى علم الغيب فقد كذب الله عز وجل في هذا الخبر. نزي كنتزي ويدماني نزي النبي عليه الصلاة والسلام نخب تصحوه دتأززو مرسول عليه الصلاة والسلام دب تصحوه نزي حاسوتي خمز بلئي مالتيو. ونقول لهؤلاء نتوم علم الغيب نفلت إنا بحال تدماني كمز نبلوم، كيف يمكن أن تعلم الغيب والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب؟ النبي عليه الصلاة والسلام غيب زي فلتو خلو نسخاتكم كم يجركم يخم تفلتو، هل أنتم أشرفوا أم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نسخكم دو تفلتو ولا رسول لنا نحتم. فإن قالوا نحن أشرف من الرسول نحن أبان بلز كاب رسول انت دائلهم كفروا بهذا القول بزاك آلزي كحتي كافرين كوينو مالو مالتيوم. وإن قالوا هو أشرف انت دعا هو لكعي رسول صلى الله عليه وسلم يولتو خبانا إلوم دما، فنقول لماذا يحجب عنه الغيب وأنتم تعلمونه؟ نرسول عليه الصلاة والسلام تصويروهم تغيب زي فلتو انها لو نسخاتكم كابون لعلدهم مختفلتو مالديو نعاخاتكم تقليتو لكم مالديو. وقد قال الله عز وجل عن نفسه الله سبحانه وتعالى بزعبا نفسوين أب قرآن أب سورة الجن كم زيلو عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. إذن الله عز وجل أبز آيازي عالم الغيب مخانو فلاتنا غيب مخانو بجكو زفلت كم زيلو انترفي إتوم رب سبحانه وتعالى كفلت أم زدالي زتمرتو انت زي كوينم علم الغيب زفلت كم زيل نجيرو نمالتيو. وهذه آية ثانية تدل على كفر من ادعى علم الغيب. مبارزي أوين كالأيتي آية أنا فلات إنا غيب زبل كحاد مخانو.
وقد أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يعلن للملأ كموين برقص الله سبحانه وتعالى نرسل عليه الصلاة والسلام عزيز ومي نهزبي كمزن خبلو بسورة الأنعام مبل حمسة آية ربنا عز وجل تايلو قل نرسل عليه الصلاة والسلام بلخا كمزي لا أقول لكم إني لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي أنا علم الغيب ألني أيب لكم منه بمعنى علم الغيب يبليني بلهم تباهلهم مالتيو سلزي علم الغيب فلت إزبل انتد أخوينو كحاد مخانيو كابزي زبرهالنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد.